بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معادنا يا إخواننا مع الدرس رقم 136 من دورة أوتوبلي ميديا ستوديو الإصدار الثامن تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. إن شاء الله إخواننا ناخد الدرس ده مثال لمشغل صوتيات. طبعا إن شاء الله الأمر سهل، ما احتملش كتير. أنا هنا ظبطت زراير عشان الوقت، هيبقى الزرار ده يعني زرار يعني تقريبا إن شاء الله لحد ما إيه نجيب ملف اللي فيه الزراير والأشكال إن شاء الله نرفعه. ده هيبقى ملف أوبن، هيفتح الملفات. ده هيشغل، آسف، هيبقى باكورد، سميته إيمج باكورد. وهنا إيمج بلاي، ده هيبقى التشغيل. وده هيبقى بوس، إيقاف مؤقت. وهنا ستوب، وده فورورد، وده يعلي الصوت أب ساوند أب، وده ساوند داون. تمام يا إخوانا. وهنا هيبقى ليست بوكس، هينضاف فيها الملفات اللي هتشتغل، هينضاف فيها يا اخوانا الملفات اللي هتشتغل. الامر سهل جدا، تعال ندخل بسرعة نيجي للحدث. هنا اول ما افتح اوبن، خلي بالك بقى هقول له ايه. طبعا هفتح ملفات، فاختار ايه، ديالوج دوت فايل براوز، هيبقى اوبن ولا سيف؟ هيبقى اوبن طبعا. طبعا ترو. تايتل هقول له اختار ملف، اختار ملف مجزوم للامر، اختار ملف ديفولت فولدر. هنا هقول له لو سمحت الديسك، ديسك توب فولدر. تمام اهو. هنا الفلتر فايلز، الملفات بقى هظبط بقى الايه الملفات بتاعتي. طبعا القوسين بتوعي هقول له هنا all files، او هنا files فقط، او هنا، او هما الاتنين مش مشكلة اهو. هنا هقول له هفتح mp3 طبعا. طبعا بيبقى mp3 يا اخوانا. وهنا هيقبل برضو ويف، هيقبل دوت ويف، خلي بس سياق واحد دوت اف بي 3 دوت ويف، ويبقى دوت او جي جي. تمام، اخد دول برضو احطهم هنا واحطهم هنا، بس هفصل بينهم، لازم احط هنا النجمة وافصل بينهم بي سيمي كولون. وهنا برضو نجمة، وهنا سيمي كولون نجمة. تمام، طيب كده تمام. هنا فايل نيم مش هتفرق، فايل اكستنشن مالتي بلاي سيلكت، طبعا ممكن اختار اكتر من واحد. هنا طبعا هيرجع لي بجدول، خلي بالك هيرجع لي بجدول، فاكر بجدول يحتوي على كل مسارات. تمام، ولو انت ضغطت كانسل هيبقى هيرجع بجدول واحد فيه اول عنصر كلمه كانسل كلها كابيتال. تمام، تيبل فايلز اهو، خلي بالك هقول له هنا ايه، اف تيبل فايلز لا يساوي في تيبل فايلز العنصر الاول، العنصر الاول لا يساوي، لا يساوي ايه، كنسل زين انت زين ايه بقى. طيب خلاص، لو العنصر الاول ما بيساويش كنسل يبقى هو راجع لجدول بالملفات. هقول له فور اي ان بيرز، بيرز ايه يا اخوانا، جدول ده دو يعمل ايه بقى انت. طبعا هيضيف بقى الايه الاسماء، هيضيف خلي بالك بقى في الايه الاسماء. طيب انا هنا بيرجع لي المسار بس، يعني اللي رجع لي من الملف المسار. طيب ما انت كان في عندك داله في السترينج دوت سبلت، سبلت باص بتقسم لك. طيب يبقى كده هقول له ليست بوكس دوت اد ايتم، في ليست بوكس ايه، ليست بوكس واحد اسمه ليست بوكس واحد طبعا اهو. تمام يا اخوانا. طيب التكست هيبقى ايه، هسيبه دلوقتي. الداتا اللي هتتخزن هيبقى المسار، هيبقى الايه المسار، معنى كده اللي هو يبقى اسم الجدول مفرس عن طريق الايه الاندكس. طبعا المسار احنا قلنا اسم الجدول، بعدين الاندكس هجيب له القيمه طبعا. والجدول ده مخزن في ايه يا اخوانا، مخزن فيه جميع مسارات الملفات اللي جت. تمام، التكست اللي هيظهر بقى
انا طبعا انا عندي هنا المسار. فاكر انت الداله اللي كان اسمها string dot split باص بتاخد مني string وبترجع لي جدول؟ فاكر هدي لها اسم الجدول، ها ادي لها الاسم ده طبعا string، ها فاكر كان ده بيرجع لي بايه؟ دوت اكستنشن، اسف، دوت درايف، دوت فولدر، دوت فايل نيم، دوت اكستنشن، فاكر اهو بالترتيب. تمام، هاخد الفايل نيم ده طبعا هيبقى دوت فايل نيم، هو هيبقى الاسم، يعني النص اللي هيظهر قدام المستخدم الفايل نيم، لانه مسار قسمته لحتت وقلت له هات لي بس الايه دوت فايل نيم، لان ده بيرجع لي بجدول صح، قلت له دوت فايل نيم بدل ما اعرف متغير والكلام ده، قلت له لو سمحت خلي في الداتا عندك الايه القيمه دي. تعال نجرب ونشوف ايه هيحصل. اوبن لو سمحت، هنا ان الفولدر انا جمعت هنا شوية ملفات. اوبن، لاحظ هنا جاب لي الايه الاسماء فقط اهو مش المسارات، لو كان المسار طبعا هيبقى مسار ايه طويل جدا. طيب خلي بالك بقى هنا اول ما اختار ايه هيحصل يا اخوانا، مش المفروض يا اخوانا ان اللي يحصل خلاص بقى هقول له ايه اهو، هقول له اوديو دوت لود، اسف، دوت بعد ما يخلص بقى هنا. تمام، المفروض بعد ما يخلص هنا، بعد ما يخلص كل الايه اللي في الجدول اقول له، خلي بالك مش جوه الفور الجدول، لا هنا هقول له بلاي اوديو دوت بلاي، بلاي ايه، اسف، لود الاول دوت لود. خلي بالك اختار هنا تشانل، خلي بالك هنا انا عايز افهمك حاجه، الباك جراوند دايما بتبقى خلفيه، خلي بالك من الحته دي، بتبقى خلفيه كل الاصوات، بتبقى خلفيه ايه كل الاصوات. في عندنا مبدا بيقول لك ما فيش اي قناه تشغل ملفين مع بعض، خلاص انت عندك خلفيه، خلاص في عندك هنا افكت خاصه بس باصوات الزرار والكلام ده، عندك النريشن بيبقى فوق كل الاصوات، خلي بالك بيبقى فوق كل الايه الاصوات. طيب وهنا عندك اربع اصوات خاصه بيك، تمام، تستخدم القناه، انا هنستخدم اول قناه خاصه بينا، اول قناه يا اخوانا خاصه بينا، هقول له الفايل نيم، طبعا الفايل نيم ده بياخد اسم المسار، هقول له لو سمحت شغل لي الايه او حمل لي الايه بس العنصر الاول، تمام، العنصر الاول من اسم الايه الجدول. تمام، هقول له تيبل فايلز، تمام، العنصر الايه الاول، تمام، بس ده بعد الفوره، خلاص يا اخوانا بعد الايه الفوره، ده طبعا نفس المستوى، خلاص. طيب كده حملت، عايز تشغله تلقائي بعد ما يخلص، ماشي اهو، عايز هنا هتقول له ايه اهو بلي اوتوماتيك ترو، تمام. لوب انت ممكن تعمل للمستخدم لوب ولا مش لوب، يعني انت ممكن تخلي هنا تعمل اختيار مثلا دايره كده في لوب ولا مش لوب، تمام، طبعا طور انت بايه براحتك. تعال نجرب، اي ملف كده اهو، طبعا خلي بالك دي كل ملفات ام بي 3، تمام، بالفعل الصوت اشتغل عندي، ما اعرفش انت عندكم، اكيد هيشتغل عندكم، تمام، لان انا سامع الصوت عندي. ابدا اظبط بقى الزرار ايه بتاعتي، ابدا اظبط ايه الزرار بتاعتي، وخليك فاكر انت شغال على قناة ايه يوزر واحد، خلي بالك هنا، ها هنا هيعمل ايه، هيرجع اما حاجه من الاتنين، لا اما خليه يرجع ورا، يرجع للخلف، او يشغل الملف اللي قبله. طيب ده خليه يشغل الملف اللي قبله، هي حاجه متقدمه، ها هتقول له ايه اول شيء، خلي بالك من دي، تشوف الملف اللي شغال عندك فين، تمام يا اخوانا، تشوف الملف اللي شغال عندك في الليست بوكس، شوف الملف اللي شغال عندك ايه يا اخوانا في الليست بوكس، افرض هو مشغل الملف الاول، هشغل الملف اللي قبله ازاي؟ ما ينفعش، هتقول له ايه ليست بوكس، ها دوت دوت ايه جيت ايتم سيلكت او جيت سيلكتد، تمام، ده بيرجع لك بجدول طبعا، ليه؟ لان الليست بوكس اهو، هقول له تيبل سيلكتد، ده بيرجع بجدول طبعا، هقول له اف تيبل سيلكتد لا يساوي نل، طبعا الجدول بيبقى لا يساوي نل، ها زين اند، طبعا سيلكتد هقول له ايه، خلي بالك اهو سوش، هقول له اف لو التيبل سيلكت، خلي بالك هنا اهو،
تيبل سيلكت ده طبعا العنصر الاول، تمام، لا يساوي، خلي بالك، لا يساوي ايه؟ واحد، تمام. طيب لا اسف، الاول هنقول له الفور، فور، تمام، هنقول له فور مع كل عنصر. او في طريقة تانية افضل، احنا نجيب اللي شغال، يعني خلي بالك هنقول له ايه اهو، هجيب الايه اللي شغال، او اقول له يا اخوانا ايه ليست بوكس، هشرب طريقة ليست بوكس، جيت سيلكت، تمام، نعمل تراجع اهو، تمام، ليست بوكس جيت سيلكتد، هيجيب لي سيلكتد، لو السيلكتد ده لا يساوي نيل معنى كده اللي ايه اللي فيه اختيار وشغال، هقول له ايه فور. او طبعا هو دايما عادة انت مختار اختيار واحد هتقول له اف، خلي بالك اف تيبل سيلكتد، سيلكتد العنصر الاول، لان طبعا انا بعمل ايه واحد، انا ما قال لي اختيار واحد، بيساوي ده طبعا بيرجع لك بالايه يا اخوانا بالاندكس، بيساوي ايه واحد، اسف، لا يساوي واحد، زين، ها اند، هقول له ايه اوديو دوت لود، لود ايه يا اخوانا، طبعا هنا هياخد مني تشانل، اقول له اليوزر واحد، تشانل يوزر واحد، وهنا الفايل نيم، خلي بالك انا هنا بقول له ايه، قلت له هات لي اللي مختار، ليه؟ طبعا لان مع كل عنصر هيشتغل هيتحدد عليه تلقائي، هنا انا هظبطها دلوقتي خلاص، فانا اعرف اللي شغال، الملف اللي شغال منين، من الليست بوكس، هجيب الليست بوكس اللي هو جيت سيلكتد، تمام، الجيت ايه سيلكتد، خلاص يا اخوانا. طيب هقول له لو سمحت، او ممكن تعمل متغير الملف اللي شغال، بس ده هيتعبك اكتر، هقول له لو لا يساوي نيل معنى كده اللي هو شغال، طبعا انا قايل له اختيار واحد، يعني ايه مش مالتبلاي سيلكت في الليست بوكس، فبيرجع لي بقيمه واحده، هقول له لا يساوي واحد، لو القيمه دي لا تساوي واحد معنى كده اللي مش العنصر الاول اللي شغال، مش الاندكس الاول اللي شغال، تمام، يبقى هشغل ايه بقى، خلي بالك من دي، هقول له هنا مسار اهو ليست بوكس دوت جيت ايتم داتا، بياخد منك ايه، انا هجيب الداتا، خلاص بياخد منك هنا ليست بوكس واحد، هنا الاندكس هقول له ست، ده مش ده رقم صح، ده رقم يا اخوانا اهو، تعال هنا جيت ايتم داتا، هنا ده رقم، هقول له ده ناقص واحد، ليه؟ لو هو اتنين يشغل لي الاول، لو هو تلاتة شغل لي التاني، وصلت يا اخوانا، تمام خلاص لود. طيب نكمل بقى، خلي بالك دي كلها لسه هنا بره اللود، هقول له بلي اوتوماتيك ترو، خلاص تمام كده، تمام، تعال نجرب اهو، تمام، ده طبعا اهو ده هاخده هو كبي فين في ده، لان ده هيبقى العكس، تمام اهو، بس هنا اقول له لا يساوي ايه بقى، عايز اجيب الرقم الاخير فين، ها الرقم الاخير في الاندكس، الرقم الاخير فين يا اخوانا في الاندكس، تمام، الرقم الاخير ايه يا اخوانا في الاندكس، اعمل ايه اهو، هقول له ليست بوكس لا يساوي ليست بوكس ايه دوت جيت كاونت، صح، مش جيت كاونت بيجيب لك، فاكر لما قلنا جيت كاونت بيجيب لك عدد كل الايتيمز، تمام، يبقى الاخير مثلا يبقى العنصر السابع هيبقى سبعة، تمام، لا يساوي كده ما بيساهوش، هقول له ايه بقى، هنا مش ناقص واحد هيبقى زائد واحد، تمام يا اخوانا، طيب جميل، تعال نجرب، بس هتبقى في هنا مشكلة بقى، ايه ان المفروض اللي انت هنا يشتغل اللي هو شغال عليه يعمل ايه، يروح يعمل عليه ايه اكس، او يبقى سلكت عليه، هنشوف دلوقتي اهو، مثلا نختار دول، انا مختار التاني، اقول له لو سمحت شغل الاول، تمام، لاحظ هيشتغل ايه فارس عباد، بالفعل اشتغل فارس عباد، طب عملت على فارس عباد وقلت له لو سمحت هيشغل لك بالفعل ايه ماجد الزامل، وصلت يا اخوانا اهو كده يشغل ده،
طب لو علمت على ده ما شغلش حاجه، تمام؟ بالفعل ما شغلش حاجه. ليه؟ لانه هو اخر واحد في الجدول. انت قلت له ايه؟ هات لي جيت كاونت 1 2 3 4 5. لو اللي معلم عليه رقم 5 ما تعملش حاجه، تمام يا اخوانا؟ طيب يبقى شيء واحد، ايه هو؟ ان ده بلاي، ده هيعمل ايه؟ بلاي ده مهمته خالص اهو. هتقول له اوديو دوت بلاي اهو، ها بلاي بس خلاص، بياخد منك شانل يوزر واحد بس، ما فيش اي مشكله خالص. بس ده طبعا معلش انا بصراحه مش كسلت، ما عنديش زرار يبقى تاجل، ما عنديش زرار يبقى ايه تاجل. انت ممكن تعمل تاجل بلاي وتاجل ايه كده، بس ما عنديش زرار تاجل اعمل تاجل، وكسلت اعمل زرار عادي. وده برضه هيبقى تاجل، هيبقى اوديو بوس اوديو. انت ممكن انت تعمل اصلا تطور في الايه برنامج، انا ما بحبش الايه او ما بحبش الخمول عموما، لازم الواحد ايه يطور. وده طبعا اوديو دوت ستوب. طب انت ممكن تعمل سيك عادي، ممكن تعمل سيك تزود زر للسيك اهو، وصل كده يا اخوانا تمام. ده طبعا هيعلي الصوت، يعلي الصوت بصل بمقدار 10 تمام اهو، ده يعلي الصوت. هتقول له ايه؟ خلي بالك اوديو دوت جيت، تجيب الاول دوت ايه دوت جيت جيت فوليوم، لازم تاخد الفوليوم بتاع التشانل يوزر واحد وتقول له ان فوليوم خلاص. خلي بالك هنا هتقول له ايه، هترجعه زائد وتزود عليه 10 او مثلا زائد 20. يلا هنا هتقول له اف ان فوليوم، لو الان فوليوم ده اكبر من كام؟ 255 ها زين، حط الفوليوم اوديو دوت، يعني انت جبته وزودت عليه 20، ست فوليوم. تقول له كام للاوديو اوديو يوزر واحد، تحط الصوت كام يا اخوانا؟ 200 لو هو اكبر من 5، لو ما باخدش منك اكبر، ما باخدش اكتر من 255، ايلس معنى كده ولا اقل من 255 حط لي الايه الان فوليوم، حط لي الايه الان فوليوم. طبعا انت زودت عليه اصلا وهو جاي زودت عليه 20 اصلا، وهو جاي زودت عليه ايه 20 خلاص. وكذلك برضو فين في هنا اهو، هو بس تنقص منه 20. هنا تقول له لو اقل من ايه، لو ان فوليوم اقل من 0 حط لي الايه 0، لو اقل من 0 حطه لي 0، ولو اقل لو مش كده حط ان فوليوم. تعال نجرب اهو، طبعا انت كده بتزود الصوت كده بتقلل، بالفعل الصوت كده خلاص. وهنا تقلل الصوت. طبعا انت ممكن تعمل الكيبورد الماوس اللي فوق يعلي والماوس اللي ايه الصغير يوطي، ده هيوقف طبعا تلقائي، وده يشغل وده يعمل بوس وده ايه يشغل. يبقى شيء واحد يا اخوانا، ايه هو؟ لما تضغط هنا دبل كليك يشغل اهو. خلي بالك هقول له اف، اسف هجيب ايه عند دبل كليك بقى اهو، هقول له ايه هقول له ايه برضو اعرف جدول اسمه تيبل سيلكتد بيساوي ليست بوكس دوت جيت سيلكتد. جيت سيلكتد ايه يا اخوانا اهو، جيت سيلكتد طبعا بياخد من الليست بوكس واحد. هقول له هنا اف، دايما دايما حط تيبل سيلكت لا يساوي نل في ايه في اي ليست بوكس لا يساوي نل. ليه؟ اصل لو اختار في مكان فاضي هيبقى عندك مشكله، تمام؟ انت اهو هتقول له ايه يا اخوانا، طبعا سيلكت هيبقى عندك واحد بس، ما تقولوش فور بقى، هو هيبقى واحد. هتقول له هنا ايه هتقول له اوديو دوت لود، حمل الايه طبعا هياخد منك شانل اوديو واحد يوزر واحد، فايل نيم هيبقى هيبقى اقول له هنا ايه كمل بس الباقي الاول عشان ما تلخبطش. هقول له هنا ترو، وهنا في اقول له ايه طبعا الليست بوكس دوت جيت جيت الداتا، طبعا الداتا اللي انا مخزنها في
ليست بوكس واحد، الاندكس رقم ايه يا اخوانا اللي انا ضغطت عليه دبل كليك؟ تيبل سيلكت، تيبل سيلكت ايه هنا اهو، تيبل سيلكت العنصر الايه الاول، لانه اصلا ما بيخش على عنصر واحد، يعني جدول مكون من عنصر واحد. وصلت يا اخوانا، هي ايه يشغل. خلي بالك بقى هنا تعمل ايه تاني، في عندك حدث اسمه اون بلاي، اون اوديو، اسف اون اوديو، في عندك ها خلي بالك ده حدث خاص للاوديو، في عندك ايه اي شانل وي ستيت. اي شانل بيجيب لك الايه الشانل اللي شغال، اي ستيت بيجيب لك الحاله. اهو تعالى في الهيل اهو بيقول لك ذا اكشن، هنا الاكشن هيحصل بيرفورمد هونيفر اوديو تشينج تشانلز ستيت تشينجز اتغيرت، تمام. طيب بقول لك على سبيل المثال لو الصوت وقف هيحصل حدث اللي ايه في الاون اوديو، تمام يا اخوانا. طيب هنا بيقول لك طبعا المتغير ايه شانل بيعوض عن الايه الاوديو شانل اللي صاحبه الايه التغيير، مثلا باك جراوند تمام او كذا. طيب هنا ايه ستيت المتغير التاني، ايه ستيت اللي هو الحاله، لو انت مثلا فينش تمام الحاله لو فينش هيبقى ايه طبعا ده سترينج، لو الصوت وقف تمام وصل لنهايته بوس، لو الايه عمل لك ايه بوس تمام، بلاي يبقى عمل لك ايه اشتغل، ستوب يبقى ايه وقف تمام. طبعا هنقول له لو فينش خلاص المفروض هنا اتفاعل ده، انا كده عملت ايه كده اهو، خلي ده يتفاعل معاه بالطريقة اللي احنا عملناها بفضل الله كده اهو تمام. طبعا ما اخترتش لسه، المفروض برضو اول ما يخلص اهو برضو نحط اهو، هقول له ليست بوكس دوت ها سيلكت ايتم، ها سيلكت ايتم ليست بوكس واحد الاندكس رقم واحد، لان انا شغلت العنصر رقم واحد، خلاص شغلت العنصر ايه رقم واحد. وبرضو كل ما اعمل هنا في ده خلي بالك ده خلاص ده يا اخوانا بيشغل الايه الاندكس اللي اشتغل، ما انساش برضه اقول له ايه لو سمحت اعمل لي سيلكت ايتم على الايه على ناقص واحد على اللي انت شغلته، لان هو هنا شغل ناقص واحد برضه اعمل ايه ناقص واحد، وهكذا برضه في ده اعمل برضه ايه يا اخوانا اهو هقول له ليست بوكس دوت ست سيلكت ايتم، سيلكت ايتم ليست بوكس 1 اندكس ايه هو هو زائد ايه زائد ايه زائد واحد تمام، يعني هو تلقائي إيه؟ اللي يختار تمام، عشان ايه يحدد مش كل شويه انا اللي اختار. تعال نجرب بقى كده، وصلنا كده لنهايه برنامجنا قدرنا نوصل بيه. طبعا انت ممكن تطور في حاجه كتير جدا اهو، لاحظ اول ما اعمل كده يختار اللي بعده اهو تمام يا اخوانا. طيب ممكن برضو خلي بالك تعمل ايه، ممكن تستفيد برضو من حاجات تانية كتير في الاوديو، يعني مثلا تجيب هيلن ليبل اهو كده تصغر وتكتب مثلا 100 اهو هنا في الحدث تمام، ده اسمه ايه ليبل واحد. خلي بالك اول ما اعمل هنا اهو هقول له اوديو دوت جيت فوليوم جود فوليوم شانل يوزر واحد تمام، وحطها لي فين هقول له ليبل دوت سيت تكست، طبعا هيبقى ليبل واحد هنا ليبل واحد، التكست هيبقى ايه يا اخوانا اهو هيبقى ايه اوديو يحطه هنا خلاص يا اخوانا تمام. وبرضو نفس الفكرة اخد ده اهو وانا بزود اخده مع كل ايه كذا او اكبر دماغي واحطه في الاخر وخلاص، وهنا برضه احط في الاخر لان مش تفرق معايا اي شيء تمام يا اخوانا. طيب كده جميل جدا، اخفي ده برضه في الاول اخليه فيزيبل بحيث اول ما احمل هقول له ليبل واحد هنا ليبل واحد دوت ست visible ديبول واحد خلاص
طبعا الديفولت تساوي ترو. تمام يا اخوانا، طيب ممكن نتعامل مع ايه تاني في الاوديو؟ لسه فاضل لنا ايه في الاوديو؟ احنا بس بنشوف بس هنا بلاش دوت، خدنا دوت، ممكن تتعامل مع دوت لينز. تمام اهو يا عم، خلاص كنسل. خلاص ممكن تعمل طبعا مع دوت لينز، تحط هنا الوقت بتاعك اهو، تقول له هنا ايه ده طبعا مع كل التشغيل. تمام طبعا مع كل ايه التشغيل، يبقى ده اول ما تشغل هتقول له هنا ليبل دوت سيت تكست، ليبل 2 هيبقى التكست بتاعه ايه يا اخوانا بقى، هقول له اوديو دوت جيت لينز. تمام اهو تشانل كده، طبعا هتاخد ده كله مع كل ايه ومع ده برضو. طبعا على فكرة انت ممكن تعمل بس بلاشها لما تيجي تشغل بلاي برضو، وبرضو لما تضغط دبل كليك هنا على اي عنصر اهو. تمام يا اخوانا، طبعا ممكن برضو ايه تاني، خدنا كده اوديو دوت مثلا از لوبينج. تمام طبعا كده انت ممكن كمان تعمل ايه، ممكن لو عرفت تتعامل مع الاستاتس بار، لو احنا خدنا اسف مش استاتس بار، البروجرس، البروجرس بار اهو، ممكن مع كل ملف اهو تاخد الملف. طبعا اظن احنا خدنا البروجرس بار كايه كاوبجكت، ممكن هنا تقول له ايه اول ما تحمل الملف ده، طبعا هنا في الملف الاول خلاص، هنا الملف الايه الاول اهو، هقول له بروجرس بار دوت سيت، اسف سيت رينج هنا، سيت رينج تحط الرينج بتاعه دوت سيت رينج اهو، طبعا هيبقى الرينج بتاعها من اول صفر الى، خلي بالك الى ايه، للاوديو اوديو دوت جيت لينز اهو، للملف ايه يوزر واحد. طيب انت كده خليته ايه من البداية للنهاية، خلي بالك بقى وهتقول له ايه تايمر اهو، بيج بيج دوت ستارت تايمر مع كل تايمر اهو مدته ثانية وايه، او مثلا مش ثانية، نص ثانية، ورقم واحد هتقول له هنا ايه في التايمر، في التايمر اهو هتقول له اف اي اي دي يساوي واحد زين ان. هنضطر نتحرك ايه يا اخوانا، نحرك الايه الاستيتس، اسف البروجرس بار، هقول له بروجرس بار دوت ها اهو ست، ست بوزيشن بقى ستيب ات. تمام طبعا المفروض هنا يا اخوانا، هقول له يا اخوانا هنا ست كارنت بوزيشن، ايوه ست كارنت بوزيشن. تمام اهو البوزيشن هنا طبعا بياخد مني رقم احطه فين، خلي بالك ده الكلام ده كرر كل نص ثانية، هقول له لو سمحت حطه لي باللي اشتغل، هقول له ايه هنا اوديو دوت دوت ايه يا اخوانا اهو جيت كارنت بوزيشن لمين، للشانل يوزر واحد. تمام يا اخوانا، اظن فقط اللي انا ابدا اشغل التايمر بس اهو مع ده. تمام مع ده، لا لسه في حاجة تانية برضو، ياخد الاتنين دول ايوه دول مع ده، وايضا مع الاخير ده
ومع الدبل كليك هنا اي حاجه بتشغل احط فيها ده. طبعا انت ممكن تعمل مع الدوال، تعمل مع ايه، مع الدوال. تمام اهو، طبعا ان شاء الله في حاجه اسمها الايه، كان في اوبجكت اضافه كده مش فاكر كان اسمها ايه. طيب تعال نشوف ايه الخطأ. اون كليك ارجومنت 13 لين 16 ارجومنت التالت هنا 16 ارجومنت التالت سيت رينج هنا النهاية، هنا اهو النهاية تكون صفر، البداية تكون البداية اسف البداية تكون صفر، وبدأ من صفر لحد كذا لحد ايه ده. طبعا بيتعامل بايه يا اخوانا، الاوديو هنا بيجيب لك الطول بايه يا اخوانا، بالثواني. تمام اهو، يبقى عدل ده في كل اللي احنا ايه عدلناه. طبعا خدنا في ده حط هنا صفر خلاص، صفر كومة، وهنا صفر كومة، وهنا صفر كومة، ونشغل. تمام يا اخوانا هيبدأ يمشي الايه على حسب حجم الايه الصوت، لان كل نص ثانية بيجدد نفسه. تمام طبعا لو انت عملت سيك، تمام برضو كل نص ثانية ايه عملت سيك مثلا مدة معينة. طبعا والله انت خلي بالك برضو ممكن تعمل ايه، بس مش هيجي هنا برضو. في عندنا اوبجكت ان شاء الله هناخده، ممكن تعمل مع الايه مع السلايدر. تمام بس مش وقت دلوقتي بحيث ايه ما نضربش بعض، وبفضل الله كده اتعاملنا بقدر معين مع الايه مع المثال ده اهو. كده بقى عندنا اوديو بلاير نموذج مبسط. طبعا انا مش لا اقصد الاوديو بلاير بحد ذاته، انا بس بقصد فقط الايه. طبعا ده ايه اهو 108 ثانية، ده طبعا انت ممكن تحولهم لدقايق، ممكن تحولهم ايه لدقايق، تقول له مثلا ايه كل ما الرقم ده اقل من 60 اسمع ال 60 هيطلع لك ثانية. طبعا ده بيتعامل مع الايه يا اخوانا بالثواني، يعني كده كل ده عدد ايه ثواني 182 ثانية. تمام 182 ثانية، ثانية 182 ثانية، اقسم كل ما الرقم ده اكبر من ايه 60 ها اعمل كذا. تمام يا اخوانا يبقى الرقم ده كل ما اكبر من 60 اطرح منه 60 وضيف واحد، يبقى كده مثلا اكبر من 60 اطرح منه 60 وضيف واحد، اكبر من 60 لحد ما يوصل اقل من 60 هيبقى مثلا طلع لك في الاخر مثلا وليكن وليكن 3 دقايق وايه وشيء معين. تمام وبفضل ايه اتفضل جزء جنبها هو ده عدد الايه الثواني. تمام يا اخوانا هي فقط عبارة عن شوية افكار بنحاول ايه نرتبها ونطبقها مع بعض. اسف الاطالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.